سلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته. مختصر الاثنين 11 ديسمبر 2023. كالعادة لايك ثم مشاركة، شارك الفيديو عشان يظهر لغيرك، زي ما ذكرنا لك سابقا انه الصفحة جديدة وعلى برضو هجوم شرس. طيب نبدأ بالشائعات. جنجويد طبعا خلاص يعني مروتهم كملت وانحصروا في جيوب محددة في أم درمان وفي الخرطوم وفي بحري، والآن يعني لجوا للإشاعات، وللأسف يعني كثير من الناس بتصدق يعني في فيديو منتشر انهم دخلوا الخرطوم. اغلبيه الناس الليله من الصباح الناس زي دخلوا دعم الناس زي بيدخلوا كان بالقطاعي، الناس زي بيدخلوا بالقطاعي. انت مفتكر هو زي دي؟ بعدين الفيديو ده زمان مر علينا يعني، واغلبيه الناس في الفيديو ده انجقموا جنجويت الصف الاول ده كلهم، والله العظيم المرق منهم يا مصاب كويس يا كمان يا نازل انتهوا. شفت الاساس بتاع الجنجويد او قواتهم الاساسية قبل الحرب دي اغلبية نادر ما تبقى الا القيادات والجماعة بتدسوا مبواجهه، اللي هو دي اشكالية طبعا في جروبات نفسها، فلان ما بيطلع. عندهم واحد كده اسمه حميدان ولا حميدان شنو كده ما عارف، والله الزول ده أغلبية البوستات اللي بتتكلم إنه يا أخي الزول ده ما بيطلع، والزول ده جبان، والزول ده حتى ضرب الكندشة، والزول ده بيستعمر الناس. فالقيادات بتاع الصف الأول أو الجماعة أسيادهم المارية اللي قاعدين في الهيئة أغلبيتهم مدسسين ومتلبدين، لكن الصف الأول بتاع الميليشيا أغلبه ينجقم. الآن في خشنجية، في ضعاف نفوس، وفي قطاعين الطرق، وفي جو بالقطاعي ودخلوا ينضموا للميليشيا دي يعني، وأعدادهم بقت قليلة جدا. إذا كان العرب بتلقى فيها تزع، بتلقى فيها سلام، العرب بتلقى فيها اثنين ثلاثة، وتلقاهم خارج العربة يعني الجيش 10 عربات. يمكن الجقمة ما القتلى فيها ما يكونوا 20 نفر يعني، نازل انتهوا خلاص ما عندهم حاجة. وبعدين هم ذاتهم أدركوا الكلام ده، والآن اللي بيسوفوكوا ده كله النهب النازل بيقبلها، حتى الحلل يعني اي حاجه لقوها في البيت بيشيلوها، حلل على ما في حاجه خلوها. الحلل شفتم جبال في الفيديو بتاع العمل الخاص، حلل سارقنا، ملابس بتاع نسوان قديمه سارقنا، ما فضل لهم حاجه، نازل بقينا ابو بس بقينا ابو اغلبيه. حتى الزبيرات ذات كان نهبوها من المنطقه كلها رحلوها، عرفوا انه الخرطوم دي صعب القعاد فيه، والان عندهم برنامج بتاع هروب قاعدين يهربوا يعني. فالناس ما تركز مع الشائعات دي بغرض الحرب النفسية. نقل الانتهاكات الجنجية ارتكبوا العديد من الانتهاكات. الان في الجريف قارب ما زال يعني العمليات بتاعت الخطف مستمرة لبعض الشباب واغلبهم قصر يعني، وعندك برضه في المزدلفة برضه عمليات الخطف برضه مستمرة، وعندك الانتهاكات في أم بداد مستمرة لبعض الشباب اللي رفضوا ان ينضموا للميليشيا دي، رفضوا يتعاونوا معاه يعني. حتى الجبل في سرقات وفي اغتصابات لبعض المواطنين الهللوا وكبروا واستبشروا بالجنجة وظهروا في الكاميرات يعني بيمجدوا في الجنجة وبيكذبوا. أغلبيتهم الآن بيجوا يعانوا من الحكاية دي يعني، وعاملين فيها قعدوا ويمشي يشتكوا لفلان يشتكوا لعلان، ما في ذنب بيحل لكم مشكلة، أنتوا كنتوا قاعدين الجيش قاعد، لا في ذنب بيعتدي عليكم ولا في ذنب
بيجي عليكم كان مشكل لكم حماية. الآن جيت ونافقت وقلت المليشيا دي وطلعت وظهرت في الكاميرات زي عمك ده وقلوا نالكم بس يعملوا لكم شنو يعني. طيب فيما يتعلق ده بالنسبة للانتهاكات، ده بالنسبة للانتهاكات. طيب فيما يتعلق بالعمليات، العمليات ماشية كما خطط لها، عندك المدرعات، عمليات التمشيط واسعة، أي وكر متلبدين فوق الجنجدي، الجنجدي للجيش راصده بتتم مداهمته بفهم يعني، وفي يعني صباح مساء المهم بيجوك بس بأي شكل من الأشكال العمل الخاص بصلك. دي المدرعات الدنجل كان عندنا بقى قومة وقاعدة وإن احنا مسيطرين على، وطلع الوهم داك شبيه الرجال ده اسمه بقال كان عامل لنا فيديو هسه من جنجبيتك يا وهم. المدرعات دي والله هلكت الدنيا دي الهلكة، قسمت ظهرهم اقسم بالله. اغلبية القيادات دي الوحدين بس المدرعات دي مرقوها في دارفور كبرها، واغلبية القادة انجقموا، واغلبية الخشنجون المتعاونين انجقموا، الدروع لا يربوع. طيب عندك جنوب الخرطوم عموما الجيش اشتغل فيها نظافات، عندك جبرات بغادي، وعندك العديد من الاهداف تم دكة عبر المسيرات وعبر القصف المدفعي، كذلك عندك الجبل العديد من الضربات وجهها الجيش، وعندك اسمه شنو والضلعقلي برضه في محاولة هناك وتم التعامل مع، ودي برنامج بتاع تهريب بتاع الزخاير، انهم قلت لك قاطعين زخاير بحاولوا بأي شكل من الأشكال يسللوا يهربوا زخاير، تم التعامل معه والتحية للجمعية عموما يعني، تحية لهم أبطال والله ما قصر. طيب وده الواجب طبعا على أي زلمة، ليش هذي خطر على أي إنسان بالمناسبة، نازل أينما حلوا، حل الخراب وحل الدمار وحل الاغتصاب وحل النهب وحل ذي الناس مرض، طب تقبلهم تهلل لهم اليوم الأول اليوم الثاني بتبكي منهم زي الناس في الجبل دي. طيب بالنسبة للمدينة الرياضية جبال برضو الجيش استهدفها، وفي قائد هناك انجغم ذكرنا اسمه خليل جانقلص، وفي تبادل اتهامات بيقول انه قتلوا النوير وما قتلنا، لسه الازمه يا اخواننا بين النوير وبين الجنجه مستمره، حتى انه النوير قاطعين اكل يعني رخصوا بهم شديد، يستاهلوا اي زول اتفق مع الناس زي بتقول لكم الميليشيا الان ظروفها صعبه جدا نازل ما عندهم حاجه، هذا هو نازل اقسم بالله العظيم اللي ياكلوا ما عندهم شغالين، ينهبوا في الناس ينهبوا في العربات. عندك كذلك حول القيادة برضو الجيش استهدف بعض الأوكار المتلبدين في الجنجة، عندك شمال بحر في مدفع تم تحييده وده كان يعني شغال عامل قلقلة للناس، وفي عديد من المدافع لكن ده بالذات تم تحييده، بالإضافة لضربات في شرق النيل بكثافة استهدفت تجمعات أو ما تبقى من الجنجة. عندك درمان عمليات العمل العمليات بتاعت العمل النوعي عبر اللي بتتم عبر أبطال العمل الخاص شقالة واستهدفت عدد من الجنجة، وعندك المدفعية برضو دونت العديد من أوكار الجنجة المتواجدة هناك، يعني الباقي بتاعينهم قاعدين في مبدات و بتسللوا على اتجاهات المنصورة والفيحاء والمتلبدين في المربعات والحتات دي يعني، تم التعامل معهم بالإضافة برضو ليه الرصد ما زال مستمر يا أخواننا. والناس زي ما قلنا لكم سابقا ما تشتغلوا بالإشاعات وما تشتغلوا بالشائعات اللي في الكويت دينجل، وقول لك أن احنا رجعنا المحل الفلاني وعملنا كده وعملنا، او الجيش رجع المحل الفلاني تغرق الشعب تصدق بعد شوية يصوروا لك من المكان ده، كله كلام ساكت. المواقع دي دايما استرداد المواقع دي خلي الجيش هو مصدرك يعني، خلي الجيش هو مصدرك. طيب لحد هنا ده الموقف العملياتي، الناس ما تنسى لايك
ومشارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اللايف بعد شوية، مستطيع يجي ناقش فيه بعض اللي هنا ونجاوب فيه على بعض الأسئلة.